تحية طيبة طلاب، إن شاء الله تكونون بخير وسلام. اليوم راح نكمل نستعرض تكملة موضوع الميجا كولوم سيستم. طبعا عرفنا انه شنو معنى الميجا كولوم سيستم، قلنا هي أعمدة ضخمة تحيط البناية من الخارج، ربما تكون أربع أعمدة كبيرة محاطة بجسور أيضا هيوج، وربما يكون ثمانية، وربما يكون حسب التصميم الموجود. تعتمد على المصمم المعماري شلون راح يكون الشكل الخارجي، شلون يريد الشكل الخارجي يكون، وبعدين يبدي بالاتفاق مع الإنشائي على توزيع الأعمدة. فإذا استعرضنا قلنا ربما تكون مثلا احنا عندنا اربع اعمده موجوده، وعندي هنا شنو اكو جسر، ايضا هذا الجسر هو ميجا جيردر يعني. فكل مثلا كل ارتفاع معين راح يكون هذا الكولوم موجود، يعني مثلا كل 20 متر، كل 30 متر، وهكذا. وبعدين تتوزع شنو الطوابق اللي موجودة الداخلية، مثلا كل عمود هنا وجسر ربما تكون 8 طوابق 7 طوابق حسب التصميم اللي موجود. وقلنا أيضا أكو عدة أنواع، هنا هذا الكلاسيك، النوع الكلاسيك اللي بي 4 أعمدة من عمودين وراها عمودين، ويكون شنو بعدين الطوابق الداخلية أيضا تتوزع عليه. وطبعا يكون شنو دائما من مادة الكونكريت، اوكي، من مادة الكونكريت. عندنا النوع الاخر اللي اخذناه اللي هو قلنا راح تكون بي تقريبا 8 أعمدة هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 أعمدة. شوف 8 أعمدة هذا البلان اللي موجود، اذا تشوفه ما راح تصير كم 5، هذا النوع الأول اللي قلنا عليه، أوكي. والأربع أعمدة اللي موجودة هنا واحد، هنا واحد، هنا واحد، وهنا واحد، 4 أعمدة، وهاي الأربع جسور اللي موجودة. وأشوف الأعمدة اللي موجودة هنا مسوي على شكل L shape. النوع الثاني، هذا استعرضناه أيضا، النوع الثاني أيضا ميجا كولوم على الأطراف. إذا تلاحظ بالبلان الموجود هنا ميجا كولوم عدد 8، أوكي، وأكو جريد داخلية نقدر نقول سكندري بيمز هذني. إذا قلنا المين بيم هو الخارجي لأنه الحجم مالته أكبر، وبعدين يبدي شنو؟ يبدي بعدين يوزع الطوابق. أيضا مثلا هنا عندك هاي أول ارتفاع مثلا 55 متر، 60 متر، كل 60 متر مثلا شنو؟ كل 60 متر يسوي الهيكل مالته. بعدين شنو؟ بعدين تبدي الهياكل الثانوية. فإذا هذا وظيفته طبعا كل هذا الشغل هو شنو؟ كل هذا الشغل حتى يقاوم اللاترال لودينج، الويند، الزلازل. هذني هي يعني أهم تحدي أو أكبر تحدي بالبنايات العالية. فأني أحاول كمصمم إنشائي أنه أدعم البناية من الخارج، أوكي، أدعم البناية من الخارج، ومن الداخل شنو؟ من الداخل أحاول شنو أقلل السكشنز. كمهندس معماري لازم تتعرف على هاي الأنظمة حتى تعرف شلون تتعامل ويا هاي الأنظمة إذا كنت تصمم بناية ناطح السحاب، أوكي؟ فأنت كمهندس إنشاء معماري لازم تعرف إنه الميجا كولوم سيستم شنو الأساس مالها، شلون تشتغل إنه شنو هذا البلان. تتذكره إنه راح يكون عندك هيوج سيكشنز كبيم وككولومز خارجية، بعدين تجي الداخلية، الجريد الداخلي. ربما واحد يقدر يستخدم
تيوب لي جوا ايضا يشوف شنو، يشوف شنو الوضع بالنسبه للانشاء، يوافق عليه الانشاء يقدر يسوي تحليل ويشوف الوضع شلون راح يكون. اذا هذا هو النوع الثاني اللي اخذناه بالميجا كولوم. وايضا النوع الثالث اللي هو التيبرت، اللي هو يكون مائل، يعني محاوله لل يعني للقضاء على الروتين بالنظام السابق، الانظمه السابقه اللي اخذناها. يعني تعرف هذا شويه حيكون بشكل كلاسيك، فحاول يغير سوى هذا الشكل اللي موجود هنا. هذا التايبرد اللي يكون بيه شنو، اللي يكون بيه ميلان. القاعده هي شنو، مو نفسها القاعده السفلى، مو نفس عرض القاعده العليا. فاذا ايضا هنا كل مسافه معينه، وبعدين بدا يوزع شنو، بدا يوزع الطوابق الداخلية. طبعا اكو تحدي انت لك كمعماري، انه انت شلون تقدر توظف، شلون تقدر يعني تحسن من الشكل الخارجي، يعني ما تسوي جامد بهالشكل، شلون تقدر تحسن اضافاتك بحيث شنو، بحيث ما يكون اي مشاكل بالتصميم الانشائي. فتقدر انت تجرب انه هذا التيبر شلون اخليه مثلا اكو بي مثلا كيربات معينه، شلون اقدر اخلي السكشن مو دائما ثابت، يعني العرض مثلا بالزد دايركشن مو دائما ثابت، احاول اغير، يعني اضيف لمسه، احاول اجمل من هذا الموضوع، لان لحد الان هو يعني ما اكو فد شيء، هاد لمسة معمارية يعني قوية. فأنت تقدر كمعماري تقدر تشتغل عليها هذني، تشوف شلون أقدر أني أحسن من الشكل الخارجي للبنايات اللي مشتغليها بالميجا كولومز. طبعا أكو أيضا أخذنا أو ما عرف وصلنا لها، اللي هي التدعيم. مرات التدعيم اللي هو البريسينج، مرات إحنا شنو نضيف بريسينج، لأنه قلنا البريسينج شنو، أولا يقلل لي من السكشنز سايز مال الميجا كولوم. يعني الميجا كولوم إذا بدون بريسينج ربما مثلا يكون إذا أبعاده جوز متر ونص بمتر ونص مثلا، بس إذا حطينا بريسينج شنو، راح أحاول كتصميم أقلل من أحجام الميجا كولوم، ربما أحتاج فقط متر بمتر وهكذا. يعني هاي الأرقام تقريبية. فإذا وظيفة البريسينج أيضا شنو، أيضا زيادة، يعني هاي أنا أحكي إنشائيا إنه وظيفتها أزيد اللاترال ريزيستنس للبناية، وبالتالي تكون هاي البناية العالية سيف. أوكي، تكون هاي البناية العالية سيف. شلون هذا النظام راح يكون؟ ايضا راح يكون عندنا شنو، راح يكون عندنا، تلاحظ هذا العمود الضخم اللي موجود هنا، وهذا هو البيم الضخم. كأنما كل 20 متر هنا، كل 20 متر اكو شنو، اكو ميجا كولوم سيستم. اوكي، كل 20 متر مقسمها الى ان توصل للاخير. وأيضا مدعم البناية بشنو، بكيت راس. تلاحظ هنا هذا الكيت راس الموجود، اللي هو عبارة عن الكي جاي من هذا الخط، والبريسنج اللي موجود هنا راح يكون كيت راس. طبعا البريسنج هو فقط شنو، فقط اللي موجود هذا وهذا، هذني البريسنج على شكل كيت راس. طبعا أيضا راح تجي المعماري بعد ما عرف السيستم الاعتيادي او السيستم الكلاسيك، شلون يقدر يطور بهذا السيستم، شلون يقدر يضيف، شلون يسوي كومبينيشن بين سيستم واخر. اوكي، فالشيء المهم لازم يعرف انه اكو شيء اسمه ميجا كولوم، وهذا السيستم بي ميجا كولوم وميجا جيردر، واكو اقدر اربطه شنو، اربطه ب تراس او
كي برايسنج. وبالتالي طبعا ما المعماري ما له شغل بالكونكشن اللي راح يكون بين البرايسنج والكولوم، هذا شغل المدني، لكنه المعماري راح يرسم هذا الرسم اوكي، وينطي الواجهه شلون راح تكون، ينطي الابعاد، وباقي الديتيلز ايضا راح يكون شنو انتاج ويا من ويا المهندس الانشائي، حتى يعني المهندس الانشائي مرات شنو مرات يحاول يعني ما عنده النظره المعماريه مثل ما موجوده عند المعماري، فمرات دائما يكونون انتاج، حتى مثلا اذا يريد يضيف فد شيء او يغير فد شيء ربما ياثر على الوظائف اللي راسمها المعماري اوكي، فلازم يكونون يتناقشون دائما حتى ما يكون اي كونفليكت بيناتهم. النوع الاخر اللي هو الدايجونال اللي راح يكون البريسنج، يعني نفس النوع ايضا ميجا كولومز، لكن اكو وياها شنو البريسنج هنا عباره عن تكون دايجونال، يعني مثل حرف اكس، العفو مثل اللي موجود هنا دايجونال جايه من هنا ورايحه بهالشكل. ايضا تلاحظ كل 20 متر مسوي شنو ميجا سيستم اوكي، هاي طبعا ويا كم كولوم هنا 8 كولومات 1 2 3 4 5 6 7 8، تلاحظ الجردر الداخليه وهنا الجردرز الخارجيه، البنايه تلاحظها 45 متر في 45 متر، ارتفاع ايش قد 60 120 180 200 متر، ارتفاع تقريبا 200 متر اوكي. فهنا أنا اقدر اني اضيف شنو اقدر اضيف هاي البريسنج اللي موجوده اوكي، لكنه ما اعرف انت كمعماري راح تشوفه هاي ربما تقول هاي شوه البنايه، ربما تقول انه كمعماري اني هذا يعني بعدكم بالديزاين بلان بعدكم بالبدايه تقول هاي شوه الشغل اللي عندي، راح يصير عندي مشاكل بالشبابيش مثلا، فراح يضطر المهندس الانشائي شنو هيك حاله راح يضطر انه يزيد شنو يزيد ابعاد الميجا كولومز اللي موجوده هنا، ويزيد التسليح اللي موجود اوكي، يعني كسايز راح يزيد، كمواد راح يزيد، كوست اكثر، وبالتالي ايضا شنو تايم اكثر اوكي، الى ان يوصل الى السكشن اللي شنو تكون بيه البنايه سيف اوكي. يعني اذا انت اقترحت انه انا ما اريد هاي البرايسنج موجوده، اريد البنايه تبقى سوليد نفس ما موجود راح يضطر شنو المهندس الانشائي راح يقول لك انا ما عندي غير حل انه شنو ابعاد الكولوم هاي لازم ازيدها واسوي ري اناليسز واشيك يعني البنايه سيف اجينست ويند لود اجينست السيسميك لود، بالتالي تبقى شنو الاتفاق بينكم سوية. فإذا تلاحظ أنه أهمية معرفة النظام الأساسي اللي تشتغل بها البناية العالية. أيضا أكو نوع من التدعيم المتعاكس اللي أيضا نقدر نستخدمه، اللي تقريبا هو أفضل الأنواع، يعني اللي هو الأكس بريسينج. أقدر أني نفس البناية أقدر شنو أسوي لها اكس برايسنج مثل ما موجود هنا، هذا كولوم هذا الكولوم ميجا كولومز، وهاي الجردرز الميجا جردرز اللي موجوده مرتبطه بها، ايضا شو مسوي هو ايضا رابطها باكس برايسنج موجود هنا اوكي. اكس برايسنج بتلاحظ هنا كل 42 متر تقريبا، شوف هنا ال المفاجأة هنا قد قايل 8، تلاحظ هذا 8 متر عرض هذا الجيردر 8 متر، هنا 11 عرض الكولوم تقريبا 11، او اذا ما ادري اذا اكو يعني اذا اكو اذا مضبوط هذا الرسم 11 هنا، يعني الكولوم عرضه 11 متر اوكي، اذا تلاحظ الشغل اللي موجود 11 متر يعني هيوج كولوم، يعني كولوم 11 متر راح يصير شنو راح يصير الشغل كانما جدا هيوج، فهذا
كل شغل حتى أني أضمن البناية هي safe against lateral loading. أيضا بالرغم من هذا الحجم هو جاي شو مسوي هنا؟ أيضا ضايف الأكس بريسنج اللي موجودة هنا، هاي الأكس بريسنج. إذا كمنظمة الأعمدة الضخمة، إذا نجي نأخذ فد ملاحظات عامة، يقول أن نسبة الارتفاع إلى العرض في هذا النظام تكون بحدود 4.5 إلى 5، وتكون أقصاها 6 كما في أغلب المباني العالية في اليابان. نسبة الارتفاع إلى العرض هذا يحكي بمن؟ بالكولوم. يعني إذا كولوم ارتفاعه 5 أمتار، أوكي، راح يكون أقل شيء العرض مال الكولوم يكون مثلاً 1 متر وهكذا، أوكي، 4.5 إلى 5، يعني استفنس جداً عالية، يعني صلادة جداً عالية. وأغلب شيء يكون أقصاها 6، يعني إذا ارتفاعه 6 أمتار الكولوم، أوكي، ارتفاعه 6 أمتار العرض مال تكون 1 متر، أوكي، العرض مال تكون 1 متر. إذا 12 متر عندي العرض مال الكولوم شنو؟ 2 متر. فهاي الشغلات أنت كنت تخليها بالك كمهندس معماري، حتى شنو؟ حتى تعرف أنه بالميجا كولوم أنا خما أجي أنطي مجال المسافة مقدارها نص متر وأقولي خلي لي كولوم خلال هذا النص متر. لا، أنت لازم تحسب حساب أنه يعني كشي رفلي، أنه هذا القانون اللي موجود هنا، نسبة الارتفاع إلى العرض تكون تقريباً 1 إلى 6، كل 6 متر أخلي عرض 1 متر، 12 متر 2، 18 متر 3 وهكذا. أخليها بنظر الاعتبار حتى شنو؟ حتى الفضاءات شلون أستخدم المساحات تكون هاي واضحة عندي. يقول استخدم الكونكريت المسلح في هذا النظام عدد دعائم الفولادية الجملونية لتدعيم الطوابق الضخمة. إذن ككولومات يعني ككولومات يفضل إنه شنو؟ تكون من الكونكريت المسلح. وطبعا كأعمدة أكو عدة أنظمة، أكو عندي الكونكريت فولد ستيل تيوب، ربما أجيب تيوب وأملي بالكونكريت اللي يكون أقوى، وبنفس العملية أقدر أحط بداخله شنو؟ بداخل reinforcement. وأكو أيضا ربما أجيب I section وأجي أغرزها بالكولومات اللي موجودة اللي هي concrete column، أوكي، وأكون شنو composite column. فأكو عدة أنواع هنا، أنا ذاك قايل concrete بصورة عامة، هاي الأعمدة الضخمة اللي جاي نشرح عليها في أغلب الأحيان تكون concrete مسلح، لكنه الدعائم الفولادية يعني البريسينج شو تكون دعائم فولادية. فلازم أني كمهندس مدني أيضا إنشائي لازم أعرف شلون راح أربط هذا الكولوم اللي هو من مادة الكونكريت، شلون أوفر له كونكشن حتى أربطه بما بالبريسينج اللي موجود، اللي هي شنو هاي البريسينج؟ وظيفتها تدعيم الطوابق الضخمة أكثر، حتى شنو؟ حتى يقل السوي التأرجح اللي موجود، أوكي، قل التأرجح اللي موجود. يعني تخيل أنت عندك فد فريم معين عادي، أوكي، متكون من عمود البين بعمود، أوكي، فأنت هذا لما يسلط عليه lateral load مو مثل لما أنا أضيف البريسنج اللي موجود، أوكي، راح تكون من أضيف البريسنج راح تكون مقاومة هذا الفريم شنو أكثر. وبالتالي كل ما أضيف أني بريسنج أحاول شنو؟ أحاول أزيد اللاترال ريزيستنس للبناية، وبالتالي أتأكد طبعا بالحسابات هاي أتأكد أن البناية تكون سيف. بعض الأحيان قلت لك المعماري يطلب أنه أنا ما أريد، عندي متطلبات معينة طالبها من عندي الاند يوزر، يقول لي أنا البريسنج هاي ما أريد تشوه البناية، أكو غير بناية صفها مسوين بريسنج أنا أريد أغير وهكذا. فالكلاينت كأنما يطلب بعض المتطلبات، فأنت
تجي تنقلها للمهندس الإنشائي وتخلي ببالك هيك حالة أنت لازم تعرف، يعني لا ما تعرف هذا النظام ما راح يصير عندك تصور. يعني من تناقشه للكلاينت تقول له هيك حالة ترى الكولوم راح يزيد عندي، الكولوم إذا بهذا النظام استخدمه الكولوم راح يزيد. أوكي تبدون تتناقشون، من تعرف كل الأنظمة اللي موجودة راح تقدر تختار له النظام اللي يريده حسب المتطلبات مالته. تستخدم في الدعائم مواد الكونكريت المسلح والمواد المركبة والأنابيب الحديدية المملوءة بمادة الكونكريت، أيضا هاي ذكرناها. تستخدم مادة الفولات في الهياكل الثانوية لغرض تقليل الارتفاع الميت. الهياكل الثانوية يعني اللي هي شنو؟ يعني قلنا اللي بين الطوابق الأصلية، احنا مو قلنا كل 20 متر نسوي ميجا كولوم، نقدر نستخدم شنو الهياكل الثانوية هاي يسميها، هو حتى شنو حتى لتقليل الارتفاع الميت. لمقاومة الحمل العمودي يمكن أن تستخدم أنظمة الأعمدة الثانوية لتعمل مع النواة لمقاومة الحمل العمودي. إذا احنا قلنا أيضا نقدر نضيف شنو، نضيف نواة أو كور بالداخل، وبالتالي يمكن أن تستخدم أنظمة الأعمدة الثانوية أو أعمدة ثانوية بالإضافة إلى الأعمدة الميجا كولوم راح نخليها حتى شنو أيضا، لأنه أنا خما كل الأعمدة كل الأحمال أنقلها إلى شو اسمه الميجا كولوم، لا الميجا كولوم تشيل من تتحمل، يعني تتحمل الفيرتيكال لودينج، لكنه وظيفتها الرئيسية أوكي، وظيفتها الرئيسية هي شنو؟ هي اللاترال لودينج. أوكي وظيفتها الرئيسية اللاترال لودينج، والأعمدة الداخلية راح تساهم بشكل بسيط باللاترال لودينج، جدا بسيط، لكنه راح تساهم بالفيرتيكال لودينج. أوكي فربما تلقى يعني بعض الأعمدة، جوز الأعمدة الخارجية اللي هي الميجا كولومز، جوز يعني شايلة مثلا خلينا نقول مثلا 2000 كيلو نيوتن، تلقى العمود الداخلي 1000 كيلو نيوتن، يعني ماكو فرق، جزء ضعف. اوكي اذا اخذنا بنظر الاعتبار الفرق في السكشنز، لان وظيفه الميجا كولومز هي شنو؟ مقاومه اللاترال لودينجز. ارجاع الاعمده لتقليل المسافه بينها وبين النواه وابقاء جزء معلق من طابق المبنى او زياده عدد الاعمده الضخمه، هاي طبعا لمقاومه الحمل العمودي. يعني يقول حتى نقاوم الحمل العمودي انه ارجاع الاعمده لتقليل المسافه بينها وبين النواه اللي هي الكور وابقاء جزء معلق من الطابق من طابق المبنى، يعني معلق يعني كانما كانت ليفر من طابق المبنى، أو زيادة عدد الأعمدة الضخمة. طبعا زيادة الأعمدة الضخمة أنا لازم شنو أخليها بنظر الاعتبار أنه كوست عالية، وبالتالي أيضا تايم راح يكون أعلى. طبعا هنا نعطيني بعض الأمثلة للبنايات العالية المبنية بهذا النظام اللي هي الميجا كولومز. طبعا انا يعني ما ادري هاي سنتر انا شو شفتها انه هي غير اسم هنا، أنا اعتقد هو ال تشاينا، يمكن البنك اوف تشاينا بومنج اللي هو هنا كاتب المحاضرات هاي سنتر، هي هاي اللي هاي البناية. اذا تجوجلون تقدر تجوجل انه البي او سي اللي هي بي او سي بنك اوف تشاينا، هذا هو الشكل اللي موجود. تلاحظ الأعمدة اللي موجودة هنا، هاي أعمدة شنو؟ هاي أعمدة كونكريتية خارجية. أوكي أعمدة كونكريتية خارجية اللي هي ميجا كولومز. أوكي هنا أيضا هو أعمدة، لكن هنا شنو ما ماشي على الكلاسيك، الشغل الكلاسيك لا مغير، هنا مغير. إذا تبوع على الفلان بعدين راح أشوف مثلا هنا تلقى فراغ بعدين تبدأ تصعد وهكذا. فإذن هنا المهندس المعماري مغير بالأشكال، لكنه شنو النظام هو ميجا كولومز with X bracing. هنا أكو X bracing اللي موجودة النوع اللي شرحناه قبل شوي، إذن هاي اللي يسموها البنك أوف تشاينا بالضبط. هنا تلاحظها إذا بالنسبة للسايد فيو مالتها، شوف حاول هنا كأنما هنا اكس بريسنج موجود بالطوابق السفلى،
اوكي 3 اكس برايسنج، بعدين رايح علينا رايح على الدايجونال. شوف رايح هذا شغل المعماري هنا، شلون يقدر يصير كومبينيشن بين الشغلين بين النظامين. اذا انت لا تعرف الانظمه اللي موجوده بعد، انت تقدر شنو تقدر تستخدم خيالك فكرك بالشغل مع الحفاظ على شنو على السيفتي. ايضا تلاحظون هاي خلال الانشاء، خلال الانشاء تلاحظ هذا الكولوم اللي موجود، هذا الكولوم هو الميجا كولوم، هذا الميجا كولوم، هذا هنا ايضا ميجا كولوم، هذا البرايسنج اللي هو الاكس برايسنج، واضح. وبعدين تبدي شنو تبدي هاي الطوابق. شوف الفرق بين العمود الخارجي والعمود الداخلي، تلاحظ الفرق جدا واسع، يعني ما يبين خيط هنا العمود الداخلي. اوكي، فاذا هذا العمود الخارجي وظيفته شنو؟ لاترال لودنج اكثر شيء، وهذا هو للفيرتيكال لودنج، يشيل السلاب والاحمال اللي فوقه. ايضا قلنا انه اكو طبعا هاي اللي يسموها الاوتريجر اللي هي الطابق، يكون هنا مثل الاوتريجر يسموها. ايضا احنا نشوف هنا الطابق طبعا مفيد جدا بالبروجريسيف كولابس حتى ما يصير انهيار تدريجي بالبنايه. تلاحظ هنا، تلاحظ شوف هاي شلون فايت هنا البريسنج، هذا هنا شغل المعماري طالب هنا انه شنو يفوت البريسنج بهالشكل. وبعدين هنا ايضا نشوف الشغل اللي موجود، تلاحظ هنا الكونكشن هنا بين الكولوم الاسفل والكولوم اللي فوقه، ما جاي نفس الكولوم، الكولوم اللي جوا تقريبا مربع بعدين جاي مستطيل. ليش؟ لان اكو شنو اكو كسره هنا موجود. فاذا تلاحظ هذا النظام كانما بادي بالكولوم الاسفل، او ايضا كانما قلنا هاي اذا فرضناها 20 متر، وبعدين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تقريبا 10 الى 11 طابق شنو لكل ميجا كولوم. بعدين جاي الاوتريجر هذا، اوكي هذا الاوتريجر اللي يكون تراس، شوف هنا هذا التراس اللي موجود، وبعدين يبدي شنو يبدي يصعد بميجا كولوم سيستم اخر. هاي الفيصلية سنتر ايضا واحد من البنايات اللي ايضا مشتغلها ميجا كولوم. تلاحظ هنا اكو 1 2 3 4، اوكي، واكو بيمز موجودة هاي، اذا تلاحظ اللي هي هاي 1 2 3 وهناك 4، واكو شنو اكو كأنما الميجا كولوم سيستم واحد هنا قسمه إلى 1 2 3، أوكي بيناتهم أوتريجر أيضا موجود هنا، هذا 1 2 3، بعدين هذا التوب اللي موجود هنا. هذا البلان يوضح هاي البناية تقريبا، هنا أنا يقول لك هاي تقريبا هي 45 متر في 45 متر، تقدر شوية تعب نفسك تشوف شلون مشتغلين الابعاد، ايش قد الابعاد مال الكولومات اللي موجوده هنا، شنو نوعيتها الكولومات اللي موجوده هنا. تلاحظ البنايه محافظ عليها من الخارج ومن الداخل، يشتغل بكيفه بعد، يقدر يرتب بكيفه، اذا امنها من الخارج تتحمل لاترال لودنج، يقدر شنو الفيرتيكال لودنج، يعني مو مشكله نقدر نحلها، لكنه تحدي باللاترال لودنج. ايضا هاي الاستراتا بولدينج اللي موجوده ايضا هنا، تلاحظ الشغل اللي موجود هنا، طبعا مو ميجا كولومز، يعني مو ميجا كولومز، شوف قريبه للكولوم، هو كولوم هو وول، ايضا واحده من البنايات العاليه اللي موجوده. وهذا ايضا التوب فيو، ايضا عندك هاي البنايه اللي موجوده هنا، هذا هو بعض الكولومات اللي موجودة الضخمة، هذا كولوم ضخم، هذا كولوم ضخم، هذا أيضا. بعدين تبدي السيستم يصير أفضل.
شكرا جزيلا طلاب، أرجو أن تكون المحاضرة واضحة. في شي حالة إحنا راح نكون كملنا موضوع الميجا كولوم. اللي أريد من عندكم هسا بعد ما تطلعون على المحاضرة، أريد في الديسكيتشات ل يعني مراجعة المحاضرة، وأريد تطوير بالشكل الخارجي. شلون أقدر أني أطور بالشكل الخارجي؟ طبعا أكو بنايات إذا تطلع عليها راح أشوف أنه أكو اختلافات بالشكل الخارجي مالتها. جزء أنزل بعض الصور أني بالجروب مالتنا. فأريد من عندكم تحاول تستخدم السيستم اللي هو الميجا كولوم سيستم، بس أريد الشكل الخارجي فشي مختلف، بحيث لأنه يعني هذا الشكل الكلاسيك أريد أحوله إلى شكل أفضل. طبعا هذا يعتمد عليك أنت، على فكرك، على خيالك المعماري، على اطلاعك أيضا. الاطلاع طبعا ضروري أنه تطلع على الأفكار اللي موجودة حتى تحاول بعض البنايات الموجودة، أوكي، اللي موجودة. مثلا أنا أعيد الديزاين مالتها المعماري، مو الإنشائي، نفس الإنشائي الموجود، لكنه شنو؟ أريد أغير الديزاين المعماري. فحاول ترجع شوف لك فد بناية بيها مثلا ميجا كولوم، مثلا فيصلية أريد أسوي غير ديزاين، أوكي، أريد أسوي غير ديزاين خارجي، شلون أقدر أشتغل؟ هذا رح يكون مثل الهومورك لكم وعليه تقييم، أرجو الاهتمام به وأرساله على الجوجل كلاس. تحياتي للجميع وشكرا جزيلا لكم.